السلام عليكم بنات، كديرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ عواشركم مبروكة إن شاء الله. بمناسبة شهر رمضان الكريم نقدم لكم واحد ثلاثة العصائر منعشة، وإن شاء الله نتمنى لكم تحضروها. دي العصير الأول كنحتاجو ليه حامضة مثلجة، بان حيت خرجتها من قبل شوية، دارت شوية. عندي ليمونة تاهي مثلجة وتفاحة، أنا ضاعفت المقادير، درت جوج حامضات، جوج ليمونات وجوج تفاحات صافي. وكنحتاجو الماء، الماء الكافي ان شاء الله، تقريبا هنا غادي ندير جوج ايطرو ديال الماء. انا غادي نكتفي بنطحنهم اولين بالماء، بايطرو ديال الماء. نحتاج ثلاثة المعالق ديال السنيدة، المهم السنيدة على حسب الذوق، يمكن تقلو ممكن تكترو ممكن تستغنو عليها تماما. مانديرش الإطرو كلو باش يطيح ليا مزيان، ندير تقريبا نص إطرو. ونطحنها إن شاء الله ونرجع معاكم. ان شاء الله نصفيه دابا، نصفي كميه بكميه، وما نصفي على هذا الشكل هذا، ورجع معكم ان شاء الله. البنات بعد ما طحنته كيكون على هذا الشكل، مازال غادي نزيد فيه الماء، انا باقي خاتها شويه. بالنسبه للبقايا اللي كيكونوا انا ما تنلوحهمش، تنديرهم في بواطه وكنديرهم في المجمد، فاش كنبغي ندير شي كيك او شي حلوه المهم نسمها، كندير هاد فيه الحامض الليمون وفيه حتى البنه ديال التفاح، نحتفظ به جانبا. بالنسبه للعصير الثاني كنحتاج هذا اطرو ديال الليمون معصر، كنحتاج هنا عندي الشهدية، عندي الخوخ، وعندي واحد المكون تقريبا بحال الشكل ديال باباي اللي كي هو اللي كيديروا داك صحاب المحلابات باش يشارجيو به العصير ديالو باش يعطي ديك الكثافة ويديروا فاكهة قليلة شوية، وهو القرعة، قرعة مسلوقة تقريبا بحالو بحال الدور ديالها، بحالو بحال الدور ديال باباي. دابا غنطحن معكم هاد النوع الثاني، كناخدو الليمون وناخد قطع ديال الشهدية، الخوخ باش تحيدوا لي القشرة ديالو، حيدوها انا غسلها مزيان حتى ديك القشرة ديالو تتعطي الخطورية. وعندي غندير النصف ديالها، ديال القرعة وسنيدة على حسب الذوق، انا غندير ثلاثة المعالق، اللي بغى يزيد اللي بغى ينقص اللي بغى يستغنى عليها تماما. غنطحن هذا ان شاء الله ورجع معكم. النوع الثالث غنحتاج ليه ليمون مقطع على هذا الشكل هذا، تقريبا عندي ربعة ليمونات مقطعين، محيده ليهم القشره البيضاء ومحيد ليهم
هذيك الزريعة، عندي قطعة طرف ديال باباي وقطعة ديال المونغ، وعندي النص اللي تبقى ليا من القرعة في العصير الآخر راني ندير هذا. باش تضيفوا الشهدية تضيفوا أي فاكهة، مو أنا على حسب كل واحد الذوق ديالو. ناخد قطعة ديال باباي، ما عندكمش باباي كتافيو غير بالقرعة الحمراء، تقريبا نفس الدور كتأديه، كتعطي داك الخطورية وكتشارجي لك العصير ديالك، كتدير غير فاكهة وحدة مع الليمون. دي المونغ، قطعة الليمون، نبقاو عندي ثلاثة طايفات ديال الشهدية نسيت ومطحنتهمش نتا هو درتهم. ثلاثة المعالق ديال السنيدة، غنطحن بالسترو ديال الماء، ولكن هاد العصير هذا كتبقى تزيد الماء على حسب الكثافة اللي بغيتي، حيت كيكون خاتل بزاف. انا غندير السترو باش يطحن ليا، انا غنطحن ورجع معاكم. هذا هو الشكل النهائي ديال العصائر ديالنا. هذا عصير ديال التفاحة ديال حامضة مجمدة وليمونة مجمدة وتفاحة، كيجي على الشكل هذا. وهذا عصير ديال باباي وقطع ديال الليمون ديال الليمون وديال قطع ديال القرعة الحمراء، كيجي على الشكل هذا، يجي خاسر. وهذا الليمون ديال اللي فيه الشهديه والخوخ وعصير ديال الليمون، كيجي على الشكل هذا. ممكن الكثافه ديالو كتحكموا فيها نتوما، ممكن تزيدوا بحال هذا تزيدوا فيه عصير ليمون مازال باش الا كان خاسر، اولا هذا كتزيدوا فيه اما الثلج اما قليل من الماء. كنتمنى هاد العصائر هادو يرقوا اعجابكم، ونتمنىكم تجربوهاش تجربوهم، لان شي حاجه منعشه في هذا الشهر الكريم خصوصا مع ارتفاع درجه الحراره. كنتمنىكم ان شاء الله مشاهده طيبه، وتفاعلوا مع القناه ديالي ان شاء الله، ورمضان مبارك كريم.